السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عندي لكم اليوم فيديو جديد في القناه يداعاتهم امين. بالنسبه لهذا الفيديو فهي هذا الشيمه اللي كتشوفوا قدامكم كيف ما كيبان لكم في الصوره، فهي شيمه ديال بانت كروام بروزا على الكانفا. كيف ما عودتكم دائما هاد الكانفا كتساعدني في الخدمه، خدمتها على قفطان، يعني خدمت واجهه وحده، الواجهه الثانيه غنبداها معاكم ان شاء الله. فهاد الخدمه هذه كتجي زوينه ورائعه صراحه، يعني كتجي شيمه خفيفه وزوينه، خصوصا الى عرفنا كيفاش ننسقوا الالوان ديالها. فكيما كيفما كنبغوا نبداو دائما شي خدمه، فحنا كنطبقوا الرسمه دائما على الاوراق كيف ما عودتكم دائما، يعني الرسمه كنرسموها على الاوراق اولا ومن بعد كنبداو كنرسموا فيها. فبالنسبه للمبتدئات ففضل انهم ينقلوا هذا الشيمه ويرسموه على الورقه ومن بعد عاد باش يبداو يطرزوا فيها. بسم الله على بركه الله، فنبداو الخدمه ديالنا كما عودتكم دائما بانت كروم. كما كتشوفوا هنايا انايا خدمت البدايه هنا، بديت دابا غنبدا نخدم معكم هادو، يعني هذا الشيمه كنخدموها بالالوان اللي عندنا اصلا. هاد الالوان كاين عندنا اصلا في القفطان، يعني كما كتشوفوا كان نوريكم الراندة ديال القفطان، يعني هاد الالوان موجوده عندنا في الخدمه ديال القفطان، وهذا هما اللي غنطرزو بهم. فبسم الله على بركه الله نبداو الخدمه ديالنا. نخليو وحده هنا كما كيبان لكم في الصوره، غنخدم جوج علامات ديال في وحده جوج، عندي جوج. دابا غنمشي للون الاخر. فكيف ما عودتكم دائما فهادي غنركبت معكم الخيط، دابا غنبدا الخدمه معكم اللون الاخر اللي صراحه كتشوف ديما زوينه وجد رائعه. جوج كنديروا اربعه ديال في كما كتشوفوا، كنخدمو عادي، كنخدمو أربعة ديال لي زائد طريقة. هاد المرة نخدم بها الطريقة هادي حيت كتسهل بشوية، مداش الطريقة ديال الخطوط المائلة. نجي هنا كما كتشوفوا معايا نخدم أربعة أخرى. كما كتشوفوا نرجع هنا دابا نجيب لكم خيط اقصى، نرجع هنا نختم اربعة اخرين.
بنفس الطريقة. ممكن تشوف معايا عفوا، دي الخدمة الرشيمة اللي خسرنا في هاد القفطان. أربعة نجيو نفس المسافة، نخليو مسافة بينهم. ممكن تشوف معايا جوج كيف ما كتشوفوا معايا، فانا خدمت جهة اخرى يعني نفس هاد اللي كتكون هنا فنفسها كتكون عندنا هنا. فدابا غنخدم اللون الاصفر ونوريكم المراحل ديالو، ومن بعد غنخدم معاكم هاد اللون هذا اللي هو الشيبي بيرد، نخدمه معاكم نشاركو معاكم. دابا غنخدم اللون الاصفر، انا غنخدم هنا نفس الطريقة. كيما كتشوف معايا نخلي واحد مربع فارالوس، هذا ما نخدموش فيه، نخليو فارالوس كيعطي واحد شويه رسمه صراحة في الرشمة. لكن نحاول نسر بيه باش ما نعطلش عليكم الفيديو اكثر. هذه الطريقه ديال هذه الخدمه هذه. كما كتشوفوا معايا هذه الطريقه ديال هذه الوريضه. دابا غنهبط بهذا اللون كيما نشرح لكم دابا في الأوراق. أنا دابا خدمت هادي، فأنا غنهبط بهاد ثلاثة المثلثات وغنخدم هادي هي بالأصفر، ومن بعد غنشارك معاكم هادي وجيها من هادو الشيبي باش منطولوش معاكم الفيديو أكثر. بالنسبة لدابا فأنا غنخدم بحال هادي، غنخدمها هنا ونشاركها معاكم ونجي هنا لهاد الراس ديال هاد الأصفر. يعني خدمة هو شارحة راسها، يعني خدمة سهلة يعني كتغير شوية التركيز بالنسبة للمبتدئات. كما كتشوفو معايا والعيون واضحين بالنسبة للكانفر، ولات مسهلة الخدمة، مبقاش كيف قبل يعني كنا كنحسبوا العيون ديال التوب كتما كانت صعوبة في الطرس. اما دابا ولا الطرس ساهل خصوصا مع الكانفا،
كيف ما كتشوفوا معي، فانا هنخدم بحال هذه ونعود نرجع معكم في اللون الاخر. فمن بعد ما خدمت هذه الوريده وهذه الوريده، فدابا غنجي نخدم معكم بهذا اللون هذا اللي هو شيبي، يعني هذه الدوره هذه غنخدم معكم. انا حاولت نختصر لكم المراحل باش ما نطولش عليكم الفيديو، نتمنى انه الشرح يكون مفهوم. فدابا بالنسبه هنا غنخدم زائد، فكيف ما كتشوفوا معايا فهي هذه زائد غتكون ملاصقه مع هذه هنا. غنجي هنا هنا بالذات غنخدم ثلاثه ديال الزائد، ثلاثه هي عندي وحده جوج كتشوفوا معايا ثلاثة. كنحاول ان يكون الصورة واضحة. بعد ما نخدم ثلاثة فنخدم جوج اخرين، يعني هاد جوج فين يكونوا؟ فغيكونوا ملاصقين مع هاد ثلاثة هنا كما تشوفوا معايا هنا، وحدة الثانية غتكون هنا لا هنا لا، يعني هادي نحيد هاد الخيط هذا باش يكون الشرح واضح اكثر. من بعد ما خدمت نخدم وحده هنا، غندير وحده فوق منها من هنا كما كتشوفوا معايا، ونجي هنا ونخدم واحد اخر بحال هكا كيما كيبان لكم في الصورة. فنجي هنا كيما كتشوفو هنا غنخدم جوج، وحدة هاي التانية هنا، غنجي هنا نخدم واحد آخر كما كتشوفوا وحدة، نخدم تاني حداها آخر بحال هكا. ثم الخيط الإبرة كيدركو لكم الخدمة بحال هكا، وغنعاود نخدم جوج آخرين من هنا وحدة تكون هنا، ثانية هنا، فتحت منها غنخدم واحد كما هكا، فغنعاود نخدم جوج تحت منها بالذات، يعني تحت منها نخدم جوج آخرين كما كتشوفوا معايا في الكانفا، يعني مسهله ليا العيون، يمكن مابقاش يعني عارفه راسي فين نخدم وفين غنضرو ندير البرا. فنخدم جوج فنرجع هنا ونخدم جوج اخرين، يعني غنبقى نخدم بهذه الطريقه، يعني جوج ركزوا معايا شحال مره غندير هاد جوج. هما عندي هنايا جوج، هاي عندي هنا جوج، وندير تحت منها جوج اخرين، ونعاود نخدم جوج اخرين. كنشكرو راه ماشي شي حاجه صعيبه، ساهل في الخدمه ديالو، بالاخص دابا ولا مطلوب في جلالب في قبيطنات، يعني مطلوب في اي حاجه في كنشكرو. خدمو نفس الطريقه، شوفو ركزو شحال مره انا غنخدم جوج ساعات باش غنكمل انا باش ندير الدوره ديال هاد الخدمه هادي. نحسب معكم واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، أنا درت ستة مازال غادي نزيد، يعني ستة ماشي هو الرقم اللي أنا باغا،
فانا محتاجة مازال وحدين اخرين، يعني وحدة اخرى يعني 7. فوق من هاد 7 ندير 1، يعني 7 يعني جوج 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 جوج. انا حسبت لكم نشرح لكم، ها عندي جوج هنا، جوج فوق منهم، جوج فوق منهم، يعني 7. غادي نجوج فوق جوج فوق جوج فوق جوج، يعني دابا غنخدم 1 صافي فوق هذاك الرقم 1، غنخدم جوج ميلين، يعني جوج كيشوفوا الجواجه الاخرى. انا غندير الدوره ديال هاد القوس اللي انا كنخدم فيه، كما كتشوفوا معايا انا نخدم جوج، ومازال غندير تما جوج اخرين ميلين. يعني انا بادي كندور في هاد الدوره هادي باش ندير هاد المعرج بحال ما هكا. كيتخدموش بنفس الطريقه، يعني تجي تبغى تنقلهم من التحت تقول بحال هادي بحال هادي، لا ماشي نفس الطريقه. دابا ندير 3 كما كتشوفوا معايا، من بعد ما درت 3 نجي هنا هنخلي هذا الفراغ هذا اللي هنا، ها هو اللي هنا، هنجي نخدم هنا هندير جوج اخرين. ونخدم واحد اخر هنا كما كتشوفوا، انا كنسال راسي وكتمشي الكاميرا بعيد على الخدمه. كان عندي اخر واحد اللي هو هذا كما كتشوفوا معايا، فهذه هي الرشينه ديال اليوم، ولكن ما كاملاش، يعني هذا اللون راه كيجي بحال ما هكا. يعني غنوريكم دابا، انا اختصرت معكم المراحل في هذه الخدمه هذه، ولكن هاي الورده الاصليه هي هذه كامله. الشيمة هذه صراحة كتجي زوينة، الخدمة اللي هي زوينة وأنيقة. وخليتكم على خير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.